طب تيجي نشوف التقرير الاول؟ يلا يلا. هو صديقي جدا من زمن طويل، من حوالي يمكن بقالنا 14 سنه اصدقاء، حتى قبل ما نشتغل مع بعض. يعني انا بعتز بصداقته وبعتبره استاذ ومعلم وصديق واخ. فمحمود حميدة ما عندوش حاجة اسمها سن، لا في الحب ولا في الصداقة ولا في الأخوة. انت متأثر قوي صح؟ طبعا ده حبيبي، ده يعني صديقك فعلا ولا صاحبي؟ صاحبك. صاحبي صاحبي، بفضل استخدام صاحبي. طب هو بيعتبرك صديق، اوكي. بتراجع احمد في ايه؟ او ايه اللي ممكن يكون في احمد مش عاجبك بس ما بتقدرش تقوله؟ لا انا لا اراجع، ولكن لو حصل نقاش او لو الامر جه بتكلم معاه فيه، بس لا استدعيه. حصل نقاش؟ لا استدعيه بمعنى المراجعه، يعني ما اقولوش زي ما بقول لعيالي انت عملتي حاجه غلط، ما بقولهاش انت عملتي حاجه غلط ولا انت عملت حاجه غلط، ما بقولش دي خالص. قال هيجي الامر هنتناقش. طيب في تقرير تاني هنشوفه مع بعض، اتفضل. يبان عليه الجبروت والجموديه كلها، لكن قلبه من جوه بافته بيضة. اطول مده اختلفنا فيها وما اتكلمناش فيها مع بعض كانت 3-4 ساعات. حصل مشده، انا زعلت وسكت ساعتين او اقل من ساعتين، كان مصالحني. ما عندوش الانا دي قوي، بالذات مع اصحابه. صاحب صاحبه على طول، يعني في الوقت الوحش وفي الوقت النص نص وفي الوقت الكويس. بالنسبة للسنوكر بالذات، دي رياضة محمود حميدة المفضلة، بيلعبها بقاله 40 سنة. بنلعب كل ويك اند او 2 ويك اند بنلعب مع بعض، وهو جامد يعني، فاهمة؟ يعني بكسب مرة كل 5-6 مرات، بس هو اجمد يعني. بالنسبة للفلوس مع محمود حميدة، دي اخر حاجة ممكن تفكري فيها. ما بيفكرش ان هو يعمل اعلان، يعني في ساعات بيبقى عنده ضوائق مالية، وطبعا اي حاجه لو لقى فرصه بالمنظر ده وبالمبلغ ده يوافق على طول، لكن بالنسبه له القصه دي مش موجوده. فعلا مش بيهمك الفلوس؟ يعني مش لازم تعمل حاجه. عادل تبارك منين حصلتوا عليه منين؟ لا احنا يعني نعرف نجيب استاذ عادل، نعرف نجيب اي حد. الاول مبسوط ان انت شفته؟ اه طبعا طبعا، جدا جدا. اتخانقتوا على ايه او قطعتوا بعض على ايه 4 ساعات؟ مرة عزمني على الفطار، فإحنا لما بنروح البلياردو نلعب سنوكر، فأكلمك تكلمني حتى تفطر إيه، أنا أجيب لك سندوتشات فول. طيب فجنبنا محل مشهور بتاع فول وطعمية، فأنا طلعت قعدت في البلياردو أستنى وجعان، وعادل لسه ما جاش، كان مع واحد صاحبنا تالت يعني. وبعدين كلموني قالوا لي ما جتش ليه؟ قلت لهم جتش فين؟ قال ما جتش مطعم الفول. فاتخانقت معاه. انه ما قالكش تيجي من الاول؟ انت افتكرت ان هم هيجيبوا لك الاكل؟ انا افتكرت ان هم هيجيبوا لي الاكل، هم افتكروا ان انا هنتقابل عند المطعم يعني هناك. فهي دي الخناقه. وبعدين انا احتديت عليه شويه. وعادل طبعا علاقتي بيه قديمة، علاقتي بأبوه رحمة الله عليه الأستاذ محمد تبارك الله يرحمه، الصحفي المشهور جدا. يعني هو كان بالنسبة لي زي أخ أكبر ومعلم، وأنا كذلك بالنسبة لعادل يعني. فدي عشرة طويلة. فكانت الخناقة إنه أنت اتجننت ولا إيه؟ طب مش دي أسباب؟ بعد كده بعد شوية طبعا هو سكت تأدبا. بعد شويه قلت له انت زعلان مني؟ ما زعلتش مني وصالحته. راجعت نفسك ان ده سبب هيف؟ ما يستدعيش انك تخنقه. طبعا سبب تافه جدا يعني. انت ما بتجوع ما بتشوفش قدامك تبقى عايز تاكل على طول؟ لا مش الدرجات دي يعني، بس كنت كان نفسي اكل الفول والطعميه وقاعد مستني، وهو قاعد في المحل، هو متهيألي ان انا حاجي. انا ما جيتش.